جوجل كان هو محرك البحث لفترة طويلة الأكثر انتشاراً والأكثر استخداماً عبر الإنترنت، لكن في الفترة الأخيرة في دراسة جديدة فجرت مفاجأة حوالين عملاق البحث ده، وأكدت أن جوجل بيتراجع قدام بعض المواقع وبعض التطبيقات اللي بقت هي الأكثر استخداماً في البحث. عايزين نعرف تفاصيل اكتر، لان احنا متعودين اي حد يسال حد يقول له ايه اسال جوجل على طول. فعايزين نعرف تفاصيل اكتر عن اسباب تراجع استخدام جوجل خلال الفتره الاخيره، وهل بالفعل فعلا هو بدا يتراجع ولا لا. هنعرف تفاصيل من الدكتوره رانيا احمد، مدرس بكليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير دكتوره منى. يا اهلا بيك يا فندم. هل بالفعل تراجع استخدام جوجل وايه الاسباب يا فندم؟ في الحقيقة معدل البحث جوجل هو فعلا هي تراجع، وهي حقيقة واقعة. الإحصائيات مؤخرا أظهرت أن معدل البحث جوجل تراجع بنسبة 3.5% في الربع الثالث لسنة 2023 مقارنة بالربع الثالث للعام السابق 2022. وللأسف استمر هذا التراجع حتى نهاية 2023 وارتفع لنسبة 4.2% مقارنة بالربع الأخير ل 2022. طب هو زي ما حضرتك قلت اكيد في اسباب ادت لتراجع البحث على جوجل. اهم الاسباب دي هو ابتدى يكون في تغيير في سلوك وتفكير المستخدم، يعني ابتدينا ان احنا نبتدي ان احنا ندور على المعلومات اللي احنا عايزينها على مواقع على مصادر اخرى او مواقع ثانيه اخرى زي مواقع التواصل الاجتماعي. جوجل دايما بتقوم بشكل دوري وبشكل مستمر لتحديث الخوارزميات اللي هو بنسميها سيرش الجوريزم. نتيجه التحديث ده او التعديل بيؤدي الى تغيير في ترتيب نتائج البحث، وبالتالي بتاثر على معدلات البحث. السبب الثالث المهم جدا كمان زياده المنافسه. اصبح هناك العديد من المواقع الالكترونيه اللي بتقدم محتويات متشابهه، فده بيخليني بيكون في صعب او في امور. طب احنا هندخل على المواقع دي ازاي اصلا يا دكتوره؟ المواقع الالكترونيه في ترتيب جيد لنتائج البحث. دكتوره بسال حضرتك، هندخل على المواقع دي ازاي غير من خلال جوجل؟ ممكن ان احنا نبتدي دلوقتي ندور. حضرتك ممكن لما تكون عايز تدور على حاجه مش لازم تدخل على جوجل، في مواقع ثانيه زي مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر انستجرام لينكد ان. لو حضرتك كمان عايز تدور على تشتري حاجه من ممكن انا ادخل مواقع التجاره الالكترونيه زي مواقع امازون علي بابا، دي برضو اصبحت اداه جذب او مواقع جذب للمستخدمين. ممكن كمان دلوقتي لو انا عايزه احصل على معلومه مش لازم ادخل على جوجل، ممكن ادخل على ويكيبيديا او نيويورك تايمز، كل دي برضو مواقع اصبحت اداه جذب للمستخدمين مش لازم جوجل. في اليوتيوب، في نتفليكس، كل دي مواقع ثانيه نقدر اليوزر بيقدر يستخدموها. يمكن ده بالنسبه لك يا دكتوره حضرتك حاسه ان هو حاجه سهله لانك عارفه، لكن احنا متخيلين ان احنا لما نيجي ندور على اي موقع من المواقع بندخل الاول على جوجل، ومن عند جوجل نتحول للموقع من المواقع، وبعدين جوجل يعني اعتقد المعلومه بتحتاج انك تاخديها من اكتر من حاجه بتبقى من جوجل، لكن لو دخلتي خدتيها من السوشيال ميديا هتبقي يعني المعلومه متاخده من صاحبها او من اللي قاعد يقولها، مش هتبقى موثقه، وده بيفرقش مع الناس. وعشان كلام حضرتك فعلا لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها بيعتبر السيرش انجن الخاص بجوجل اللي هو جوجل كروم يعتبر هو مازال يعني المتربع على رقم واحد. يعني نتيجه احصائيه كده حصلت تبع ستيت كاونتر لحد 2023 جوجل كروم اللي هو المتصفح باستخدام جوجل يعني احتل المركز الاولاني واخذ 66% من حته السوق. بيجي بعد كده في المرتبة الثانية انترنت اكسبلورر اللي هو الخاص بشركة مايكروسوفت، ده أخذ 10%. بيجي بعد كده الترتيب رقم 3 سفاري الخاص بشركة أبل. فزي ما حضرتك قلتي هو ما زال جوجل كروم الخاص بجوجل هو بيتربع على المنصات لحد اللحظة اللي احنا فيها. تمام. طيب في بعض الاوقات يا فندم لما نيجي ندور على معلومه وندخل على جوجل ونكتب المعلومه بيحولنا هو تلقائيا على مواقع التواصل الاجتماعي، ده بيؤكد ان هو المعلومه نفسها مش موجوده في المواقع اللي بندخلها من خلال جوجل، فيبتدي هو يحولنا على الفيسبوك مثلا. نتيجه ان الناس دلوقتي والمستخدمين ابتدوا يروحوا لمنصات ثانيه مختلفه، ولا لان مثلا المواقع اللي عن طريق جوجل بتحتاج تحديث وجوجل بيتاخر شويه على ما بيحط المعلومه.
علشان كده جوجل زي ما قلت في بدايه كلامي ان هو دايما بيلجا لتحديث وتعديل الخوارزميات بتاعته، ويمكن هو بيعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحديث هذه الخوارزميه عشان يقدر يفيد المستخدم، ويقدر كمان ان هو يديله محتويات ذات صله للموضوع الذي كان يبحث عنه. طيب اعتقد ان جوجل واحنا بندور على حاجه بيعرض اللي موجود عنده او اللي موجود مخزون بقى في الذاكره الالكترونيه ايا كان اسمها، احنا مش متخصصين، لكن بيعرض ده موجود او الموضوع ده ريليتد او قريب من 1 2 3 4، وبيديكي لسته من المواقع اللي ممكن تكون اتكلمت عن هذا الموضوع. من ضمنها بيكون السوشيال ميديا، لكن الأساس في المعلومة هل بيكون من السوشيال ميديا ولا هو بيقترح وبيدينا كده وجبة وإحنا بنختار بقى عايزين ناخد منها إيه؟ إحنا كيوزر بنعمل إيه؟ أنا بدخل أكتب الكي ووردز أو أكتب الكلمات تبع الموضوع اللي أنا عايزة أبحث عنه. جوجل بقى بيستخدم زي ما قلت لحضرتك تقنيات الذكاء الاصطناعي إن هو يبتدي يعمل أناليسز للتكست أو أناليسز للكلمات اللي أنا كتبتها عشان يبتدي يجيب لي كل المعلومات او كل المواضيع اللي بتكون قريبه من المحتوى ده. قد تكون المعلومات اللي هو المواضيع اللي هو جايبها ذكرت في مواقع التواصل الاجتماعي، فهو بيجيب لي كل الحاجات اللي ذكرت في الموضوع اللي انا ببحث عنه. طيب احنا شايفين خلال الفتره اللي فاتت تيك توك قفز 6 مراكز مره واحده من خلال اقبال الناس في البحث عليه خلال سنه واحده كمان، ايه اسباب ده؟ وازاي حقق رقم قياسي في سبتمبر اللي فات بوصوله الى 1 مليار مستخدم؟ ده حقيقي، يعني احنا لو جينا فعلا زي ما حضرتك بتقول ان التيك توك دلوقتي بقى بيحتل المركز الثامن نتيجه الستاتستيك والاحصائيات المؤخرا اللي ذكرت، يمكن لان التيك توك كان بيقدم محتوى ترفيهي ده خلاه اداه جذب للمستخدمين. التيك توك كمان زي ما حضرتك بتقول هو عليه اكثر من 1 مليار مستخدم اكتف شهريا، خلى التطبيق ده بينتشر بطريقه واسعه جدا في العالم، وبالتالي ادى لانتشار زياده البحث. يعني دلوقتي لو حد عايز يدور على مقطع فيديو او يدور على حاجه نتيجه تواجد المليار البني ادم او المستخدم لمنصه التيك توك بقى بيدخل يدور على طول على التيك توك. التيك توك برضه بيعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ان هو بيبتدي يجيب عرض المحتوى وعرض الفيديوهات لليوزرز وبيشوف ايه الحاجات المناسبه ليهم، فده طبعا اصبح زي ما حضرتك قلت ان هو اداه جذب ان هو يكسب كل ال اليوزرز ان هم يستخدموا المنصه دي في البحث. اكيد هو احتل فعلا نط 6 مراكز وبقى دلوقتي بيحتل المركز الثامن. يعني وان كانت ما زالت معلومات اغلب السوشيال ميديا غير موثقه الا يعني المواقع اللي هي موثقه وعلميه او معروف عنها انها لها مصداقيه يمكن اكتر. كل الشكر ليكي دكتوره رانيا احمد، مدرس بكليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات، شكرا جزيلا ليكي.